تطبيق قانون أوم على دارة تحتوي على ملف أو على مقاومة. الآن في عندي دارة تيار متردد ومقاومة R. الجهاز اللي بلون أزرق يقيس الفولت، والجهاز اللي بلون أحمر يقيس شدة التيار المارة في I في المقاومة. إذا قمت بعملية تحول أو بعملية وصل الدائرة ولاحظ أن الأقطاب تنعكس في كل لحظة. الملاحظة الثانية، نلاحظوا معي الأميتر والفولتيميتر يزداد إلى قيمة موجبة عظمى مع بعض ويعود إلى الصفر، ثم إلى قيمة سالبة مع بعض ويعود إلى الصفر. إذن تغير الجهد والفولت إذا جيت رسمته على منحنى، أجد أن الجهد اللي بلون أزرق وشدة التيار بلون أحمر متفقين مع بعضهم، بيزيدوا إلى قيمة عظمى مع بعض ثم صفر مع بعض وقيمة سالبة. هذا ما أسميه متفقين في الطور. ولو جيت مثلتهم بمتجهات على دائرة أجد بهذا الشكل. الفرق الوحيد هو أن الجهد أعلى من شدة التيار، يعني مثلا إذا كان عندي المقاومة 1.5 أوم ضرب 1 أمبير تعطيني 1.5 فولت اللي هو بلون أزرق. نلاحظ هنا أنهم متفقين في الطور في أربع الهزة الأربعة.